ودكتور مدحت، عايزين رأي حضرتك، هل الأزمة بالضرورة إن إحنا نعدي بيها في منتصف العمر سواء راجل أو ست، ولا مش بالضرورة ممكن حد ينظر النظرة الإيجابية كده؟ بصي، لازم نفرق بين حاجتين. يعني أزمة منتصف العمر ده مسمى متعارف عليه، ولكن في حاجة تانية بيسموها البيرن أوت، أو لما بيكون الإنسان جاله وخلاص حالة من الفدب، زهق وعايز محتاج ياخد قرار جديد أو يعدل حياته، يعدل المسار. يعني عادت بتذكر حاله، بتذكر هوايات سابها، بتذكر حياة وأحلام كان بيحلمها وهو صغير. يعني دي حالة بيرن أوت مش أزمة منتصف العمر أستاذ شادي؟ أنا ما أقدرش عشان ما عنديش تفاصيل كتير، لأن هو قال إن هو فقد الشغف وهو اعتبر إن دي هي أزمة ممكن منتصف العمر. أنا استنتجت بس بجملة قالها إن هو يعني هو قعد 30 سنة عاش كأنه عاش عنده 50 سنة. صح. بغض النظر متفقين أو مختلفين، بس ممكن يكون تعرض لتجارب كتير ممكن. صح. البيرن أوت هو بيجي، هو إحساس ذاتي. يمكن الدكتوره قالت ان هو يمكن الواحد محتاج ان هو يعمل ريليز لده. ما انا مش عارف اصلح من غير ما اشوف وارجع نفسي. فلو ما توقفتش توقفات مع نفسي عشان اراجع حياتي واعرف احدد بقى انا باصص بانهي عين، عين البي ولا عين الفلاي؟ ما كل واحد منا حسب البريم بتاعه بيفكر، بيشوف الحاجات بقى بعين بقى. عين طائر او عين لو تخيلتيهم طايرين مع بعض، دبانه ونحله. دي بتروح هنا لفين ودي بتروح هنا لفين؟ طيب عارفين بتيجي الازمه منين بقى؟ مستوعبين؟ طبعا. الدبانه بتروح على الحاجه الوحشه، الديرتس والحاجات التانيه بتروح للورده، والتانيه بتروح للورد. كل واحد فينا عنده الاوبشن ده، فيقدر يشوف في نفس الشخص، في نفس الكائن يعني. ويمكن اتوجه لحضرتك برضو، لان الحياه دايما استراجل، الحياه دايما فايت، الحياه دايما انت كل شويه معاناه طول الوقت. ان خلقنا الانسان في كبد، عمل دؤوب مستمر. يعني الانسان لازم يشتغل على حياته. طب دكتور مدحت، هل نقدر نقول علميا او باي ذا بوك يعني انه ازمه منتصف العمر بتبدا تقريبا في سن كذا وبتبتدي تنتهي اعراضها وازماتها ومشاكلها في سن كذا، ولا مش هنقدر ان احنا نمسك المسكه دي؟ لا مش هنقدر، انا تربيت انجليزي شويه، انا ما عنديش بحث وما عنديش دراسه وفيها ستاتستكس، ما اقدرش اقول اي حاجه تانية هبقى بفتي. فانا خلينا نقول انها متعارف عليها اكتر في الرجال اكتر. ايوه، وقلنا لان الديزاير له دور. يعني خلي بالك برضو كل حاجه ليها مرجع علمي. هو ايه اللي بيخلي هنا ليه دور طبعاً. ولا الراجل شايف انه عنده مساحه نقدر يغير ويقدر يعدد ويتجوز تاني؟ هو الديزاير بتاعه ان هو هي وونت، يعني عايز يتشاف دايما. عايز يقيس نفسه تاني، يشوفه لسه فاليبل، يعني لسه متشاف، لسه له قيمه. طب ايه اللي يخلي بني ادم زي ده يفكر التفكيره ديت لو مفتقدها؟ طب لو افتقدها ازاي في البيت؟ ان مراته مش مدياله الفاليديشن زي ما هو عايز. تمام. لا 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 لا، بس احنا كده يا ايمان بندين الستات. لا طبعا، لا لا، ما انا ماشيه مع واحده واحده بس. هو صوابعها ال10 شمع ومدلعاها وملعبها كل الالعاب وبرده ما فيش. انا صح، انا دايما انتوا عارفين، قولوا بقى حاجه يا ستات. انتوا عارفين رايي دايما، انا بتكلم بنيابه عن الاثنين. ايوه، لان انا دي امانه عندي انا. بس ال 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 المثال حكم. اصل الراجل بيجي في سن معين يا دكتور مدحت. انا بكمل إيه؟ بس حته الراجل والست دي عشان خاطري كل مره بتزنوني نفس الزنقه دي وبرضه بطلع منها. مفيش حاجه اسمها راجل وست، في حاجه اسمها كابل بارتنر. أيوه. هم مش عشان هي انثى لازم نسقف لها ونسيبها، ما البيت هتخرب كده كده في الاخر، والعيال هتشردوا كده كده في الاخر، يبقى لازمتها ايه بقى؟ مش فارقه عندي راجل وست، ما بشوفهمش. بس المشكله انا بشوف الاولاد، مشكله في الرجل ان هي بتبقى عامله كل حاجه برضه، هو عنده فرصه ان هو خلينا نقول ايه رايك سباوس شريك، بلاش نقول ست وراجل. ايه رايك؟ ماشي، شريك كويس. هي ما بتحبش التغيير، ما بتحبش الزياده. الست كده بحطت ايدك كده تفضل تحب جوزها لاخر العمر وهو لا. طيب احنا لازم نعرف وبناكد كذا مره من اللي انا بقوله، السيكولوجي بتاع المراه غير سيكولوجي الست بالظبط. الراجل اوكي، لازم نفهم دي. هي طريقه التعبير هي تخصه هو كذكر، مش بتخصه هو كزوج. هو طبيعته كده. لو جبت اخوكي، لو جبت باباكي، هتلاقي المايند سيت بتاعه. بس ربنا يا دكتور مدحت اسمح لي، ربنا شطارتنا بس ان احنا نعرف الفرق بين الاثنين. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي القران ربنا ما ميزش لا في الصح والغلط، ولا في درجات الايمان، ولا في الصدقات، ولا في ولا حتى في الميراث اللي الناس فاهمه غلط، ولا في حتى العقوبات على الكبائر. ما عدا ذلك كله مشترك. يبقى بالتالي طالما طيب، ما فيش تفرقه من رب العباد، احنا بقى مش هنيجي نفرق ونقول اصل ده راجل ودي ست. طبعا دكتور مدحت، يا متفقين دكتور متفقين، بس انت دلوقتي بتقول، بس بقول في المايند سيت، في السايكولوجي، هي تفهم سايكولوجيته صح. ربنا خلق الراجل بقدرات معينه يتعامل بيها مع الحياه، اللي هي فكره ان هو بيشتغل في الارض، بيشتغل في المناجم،
بيشتغل في يعني حتى دلوقتي يعني مفيش ارض ومناجم دلوقتي يا دكتور. احنا بنتكلم في راجل فجاه قرر هو لقى شعريتين لونهم ابيض في شعره هو قال لك بس البساط بيتسحب من تحت رجلي، لا ده انا اشوف انا مطلوب ولا مرغوب ولا لا، هو اكتشفت انه متجوز. طب احنا عايزين احنا عايزين نمشي في اتجاه يعني ان هو الراجل المدلل يعني. ماشي عايزين تمشوها كده. لا مش كده اللي حضرتك حاطين ايدك على المشكله، ان هي مش فاهمه سيكولوجيه الراجل، تبقى الدنيا جميله وهي مش عارفه تعمله ازاي. وقلت برضو ان الراجل هنا ما عفتوش من المسؤوليه خالص، بالعكس انا كان لو كنت هكمل كلامي اتفضلي كنت هقول ان الراجل عشان عنده الديزاير اللي بيحركه لان ربنا خلقه كده شهوته في عينيه ايوه، فممكن ان هو عقله بيزين له نتيجه ان هو متعطل في البيت. ما النهارده ايه اللي بيحصل في البيت؟ خلينا نتكلم بصراحه، اول يوم جواز بعد شهر العسل ما بينتهي ايه اللي بيحصل؟ تنشغل في شغلها وبينشغل في شغله، كل واحد اكنه راكب قطر بس في اتجاه تاني، هي بتاخد بالها من البيت والاولاد او بتشتاق وشغلها، وده برضو قصه تانية مش عايزين نتكلم فيها لانها قصه فرعيه. هي قبلت كده بالاول انها تتجوز وتجيب عيال وتاخد بالها منهم وتعمل اكل البيت وتنظف البيت وموافقه فخلاص بقى يعني هنقول لها براحتك، شلت الشيله شيليها، العدل غير كده. بس ما علينا ما علينا، خلينا بس ما نخشش في الحته دي عشان عارف